اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. كل سنه وحضراتكم بخير، كل سنه والشعب المصري بخير وسلام، وربنا يحفظه ويحميه يا رب. كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير وسلام، كل سنه وكل اللي بيتابع التلفزيون المصري والقناه الاولى في انحاء العالم بخير وسلام. عيد الفطر في مبارك زي ما بنقول، رمضان في مصر حاجه تانيه، كمان العيد في مصر حاجه تانيه، والسر في التفاصيل. على القناه الاولى العيد حاجه تانيه، ان احنا بدانا النهارده اول ايام العيد بالرنجه والفسيخ والسلم والمخلل، وافكار للرنجه كتيره قوي، ولكن هي في الاساس رنجه. سمكه الرنجه دي سمكه عزيزه بتيجي مستورده، لها طرق تخمير وطرق طهي مختلفه شويه. السمكه الوحيده اللي بتستوي لا نار ولا جريلا، بتستوي بالدخان بتاع النار، وحسب نوعيه الخشب بيختلف سعر حبايه الرنجه او الكيلو الرنجه. الخشب هنا المدخن او الدخان بتاعه اللي بيسوي الرنجه، ايه نوعيته، هو ده الغلو بتاعها. ولكن هي سمكه واحده بتيجي من النرويج، من اسكتلندا، من هولندا، مصدرها البلاد دي. تعالوا مع بعض النهارده نعملها بافكار كتيره مميزه. انا عندي اطفال، والاطفال دايما هم طبعا حبايبنا، دايما يحسوا بالعيد وبنولد جواهم ونطرز جواهم العيد ازاي، وعيد الفطر المبارك وصله الرحم، ونعيد على بعضينا ونخليهم يفطروا معانا ويتغدوا معانا. فنعمل لهم بيتزايه حلوه كده بالرنجه، ايه رايكم؟ هتاخد برضو جبنه موزاريلا، وتاخد زيتون، وهتاخد فليفر من الخضار، وحاجات جميله جدا. الرغيف الحواوشي بتاعنا بالرنجة فكرة الشيف المغازي، وبيدرسوها دلوقتي ازاي نعمل الحواوشي الصغير المحرمش، يعني فيه فلفل حار وفيه سبايسي شوية، ويسويه على الجريلا أو في الفرن. هنعمل كمان فسيخ النهاردة اللي أنا مش بحبه، ولكن مخرجنا الجميل عاشق له، بيقول لك فطرني وغديني فسيخ. الفسيخ هنا ده آخري فيه صراحة، وانا ما اقدرش امد ايدي فيه، انا بتكلم الصراحه، وحضراتكم من يوم ما شفتوني على التلفزيون وانا بقول انا ما بحبش الفسيخ، ولكن انا عاشق للرنجه. حلو الكلام. ومعانا سلمون النهارده، برضو انا خللته بملح وسكر وليمون وزيت زيتون، وبتخلل معانا زي الفل. هنعمله سندوتش او نقدمه ابيتايزر كده لطيف وحلو. السلمون كده كده مش محتاج، يعني ممكن الواحد ياكله كده مع تخليليه، مع خيار مخلل، مع طماطم، زي ما احنا عايزين. ولكن السلطه الخضراء مهمه جدا كمان علشان نقدمها مع السفره بتاعتنا، لان السفره كمان مهمه يكون عليها طبق سلطه خضراء لطيف وجميل. ولكن السفره دي عادلها حاجه واحده، طبق فروت سلط. لازم نكسر من الفواكه والخضار، ناكل رنجه، ناكل فسيخ، ناكل بلوحه، لازم تكون على السفره بتاعتك زي ما حضراتكم شايفين كده تشكيله من الخضار. واحنا في ايام الربيع الحمد لله، انا هعمل فروت سلط حلو كده بالعسل، برتقال، وكل انواع الفواكه، وطبق حلو نحل بيه. خلونا نطلع فاصل صغير لان في تفاصيل كتيره النهارده، وعيد الفطر المبارك معانا على القناه الاولى مميز ومختلف وله اسرار وله تفاصيل، وهنرجع تاني لحضراتكم بمفاجات عن الرنجه وعن الفسيخ وعن السلمون والافكار الجديده اللي بتعجب الأطفال والكبار. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. عايز أعمل حاجة دلوقتي، احنا خلصنا يعني، بس أنا إيه يعني اشتغلنا بما فيه الكفاية للعيد، ولكن أنا دايماً عشان بحب الرنجة دايماً بحب أبدع فيها. معايا السلمون النهاردة، عايز أعمل رغيف السلمون ده بشكل مختلف. سلمون أهو، سلمون مخلل. خللته إزاي يا شيف مغازي؟ جبت الملح الخشن، وجبت زيت، وجبت سكر، وحطيت السلمون في قلبه لمدة 5-6 ساعات، وبيطلع بعد كده يا عم الشيف. حلو الكلام. نحطه في الليمون أو عصير الحامض اللي احنا معانا ده كده، وإن احنا إيه نتعامل معاه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طب تعالوا مع بعض، ده مكانه فين؟ نخليه هنا كده. نعمله سندوتش. معانا لقمة حلوة طيبة كده أهي زي الفل. نجيب بلانشة كده، اللهم صل على النبي. نشيل الرنجة دي من هنا بقى، وناخد البلانشة دي كده، وناخد اللقمة دي كده اهي، وبسكينة مشرشرة خلي بالك، وتيجي عليها كده. السندوتش ده للكبير، اهو حاجة كده ايه سبيشال يعني. اهو 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 حلو اهو، تمام. عندنا خس كابوتشا حلو قوي زي الفل، وعندنا بصل اخضر. انا خليته للاخر كده علشان ايه احب الموضوع ده ايه يتعمل بمزاج. اهو دي خس الكابوتشيه حلوه، نحط كده حل. اللهم صل على النبي. اهو
كمان خاص كده بالشكل ده كده. هعمل حاجه حلوه لطيفه دلوقتي. فاكرين الصوص اللي معانا ده كده اللي انا ضربه من شويه في قلب الخلاط؟ شفت التركايه دي بقى؟ واخد كده معلقه. يا دلعك يا دلعك، هو ده. حلو. وناخد السلمون بتاعنا الحلو ده كده، ده سلمون اهوت متخلل، نبص عليه كده اهو ويترص كده، اللهم صل على النبي. اهو يطلع من التخليله بتاعته عباره عن ملح خشن، سكر، والسكر قد الملح، يعني معلقتين ملح خشن، معلقتين سكر، ونحط فيهم السلمون ده كده لمده 5-6 ساعات. يطلع بعد كده ينزل في زيت زيتون وعصير ليمون وشويه روزماري زي ما انت عايزه، شويه زعتر، شويه حبق. نحط كمان خس. ساندوتش يعني مزاج. زي الفل. وناخد اللقمه الحلوه دي كده نحطها على الوش كده، الف هنا وشفا، ونقدمها في الطبق بتاعنا كده مع شويه جرجير حلوين. يا ويلي يا ويلي، الف هنا وشفا الطبق بتاعي. عايز اقول حاجه قبل الحلقه بتاعتي ما تخلص والوقت يخلص، بالنسبه للعيد ربنا سبحانه وتعالى طبعا حب يختم الشهر الكريم بعيد الفطر المبارك. للصائم فرحتان، فرحه عند افطاره وعند لقاء ربي. الفطار اللي هو العيد الصبح دي فرحه الكل، كلنا لما بنبقى صايمين اللي احنا بنزور بعضينا ونعيد على بعضينا، وصله الرحم مهمه جدا، وحكايه المصروف ديت يعني ممكن حاجه حلوه زي اللي انا عاملها النهارده دي تعتبر مصروف. يعني ايه؟ يعني ان يكون عندك ضيوفك تعملوا لهم حاجه حلوه بنفس الطريقه اللي انا عاملها. افكار تانيه وانا شغال، بنجيب العيش ده كده، العيش السوري ده كده، ونحط فيه الرنجه مع سلطه من اللي متقطعه عندي دي كده، واللي فيها رولز زي السندوتش بتاع الفلافل اخواننا السوريين. بنحط بدل الفراخ رنجه ويتلف رولز ويتحط في النار بصمه كده، ويبقى سندوتش رنجه، يبقى حلو جدا على فكره. لا احنا معانا وقت كنا عملناه، وهنعمله لحضراتكم برده ان شاء الله، لان معانا ايام العيد برده هنعمل يوم رنجه، يعني هنعمل حاجه رنجه طبق اضافي، مش هيكون زي النهارده مهرجان كده. فدي افكار انا بتكلم عنها. الرنجه ممكن تتعمل بالبرتقال، ممكن تتعمل بالموز، ممكن تتعمل بالتفاح، هنشوف ازاي الافكار دي كلها مع بعضيها. ولكن التفاصيل اللي احنا عملناها مع بعض، الرنجه عملناها حواوشي، عملنا فتت الرنجه شايفين حضراتكم بتتكلم ازاي، عملت كمان سلطه خضراء جميله، والبيتزا الحلوه، والسلمون بتاعنا الجميل الحلو، وارد انك انت تحط على السلطه الخضراء الرنجه الحلوه دي كده اهي اهي. شفت الجو ده كده؟ ده قبل التقديم مباشره. الف هنا وشفا، اللي ياكل من الصحن ده يدعي لي. الطبق ده جميل جدا. في كل التفاصيل. وكل سنه وحضراتكم بخير، وزي ما قلنا من بدايه الشهر الكريم، العيد في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. بنزور بعضينا، بنعيد على بعضينا، وبنسامح بعضينا، والعيد فرحة. كل عام وحضراتكم بخير، وخلونا نعيد من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية على كل إخواننا المصريين، وندعي للشعب المصري إيد واحدة متكاتف، وكل سنة وأنتم طيبين. كل عام وحضراتكم بخير، بمناسبة عيد الفطر المبارك لكل إخواننا خارج مصر وداخل مصر، والمغترب يجي يعيد في مصر، لأن العيد في مصر له تفاصيل كتيرة حلوة. كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب يكون شهر رمضان الكريم عجبكم شغلنا، وكنا إن إحنا قدرنا نكون عند حسن ظنكم، إن إحنا نقدر نعمل كل طلباتكم زي ما قلنا، أكلة أمي لكل الناس، وده إن شاء الله شفناه. رؤية، فن، إبداع، يوم العيد كمان الفتة بتاعتنا مختلفة. الكلام ده منين يا شيف؟ من ماس بيرو.